مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم كالعادة في حلقة جديدة من لست وحدك. خرجوا من بيوتهم فجر يوم العيد، كان الرصاص في السماء يدوي بديلا عن تكبيرات العيد، وبدلا من أن يخرجوا للصلاة فرحين مسرورين ويعودون لتناول الحلوى وتبادل التهاني والزيارات، أخرجتهم ميليشيا الحوثي والمخلوع من ديارهم فارين من عدو لم يقدموا له من الإساءة ما يستحقون عليها مثل هذا العقاب. لكنهم وجدوا أنفسهم وبيوتهم فجأة هدفا للرصاص والقذائف. أسرة عبد حزام واحدة من الأسر النازحة من وادي غراب في تعز، نتابع مأساتها في هذه القصة ثم نعود. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 85% من ضحايا الحرب في اليمن من المدنيين، وتتصدر فئتا النساء والأطفال النسبة الأكبر من بين الضحايا. في الليلة الأخيرة لرمضان الماضي انضمت هذه الأسرة إلى قائمة المنكوبين في تعز في ظروف قسرية وقاهرة، ونتيجة لحالة القصف العشوائي للأحياء السكنية من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع، قررت هذه الأسرة النزوح عن منزلهم البسيط بوادي غراب غرب المدينة. القذائف عشوائي الصراحة، من الدفاع كان عشوائي، ما تدريش أي بأي بيت، كنت تقول إن يقطع المنطقة كلها ماتة، بس الحمد لله ما حصل جرحى، ما حصلش يعني موت أكثر شيء. الحرب مرة هناك نزحوا كل السكان والقذائف والرصاص عشوائية، خرجنا يوم العيد بالنفس، يعني اللي خرجنا هنا لا لا، الحوثيين حلقوا على البيوت كذا بالعاني، يعني على المنطقة اقتحموا بعض بيوت، يعني بعض البيوت اقتحموا هنا من ضمن ودخلوا بيوت ولا داخلته هنا، ومن ضمن بيتنا بعض برضو اقتحموا، يعني اقتحموا، يعتبر اقتحموا، دخلوا الحوش، وذا كانوا بيدخلوا الحوش علشان يعني اللخي، احنا هربنا بينفس احنا، يعني قلنا احنا بنات بك، يعني نفس ما تعرفوا، يعني من الباب ذا خرجنا اظن الصباح. القذائف والرصاص اللي ضربوا لها خلاص معنا قسم البيت، يعني اهم شيء انه ارواحنا، ما قريب احنا ش حاجه ولا اخواني ولا الحمد لله، بس هو الفقائع اللي افتقعنا، اللي قال احنا الفقائع، وهربنا وصلنا عند واحده لبرباشه. ساعات عصيبه عاشها اهالي منطقه وادي غراب، سيما سكان المنفذ، حيث كان القصف عنيفا ومستمرا، وضع دفع بعشرات الاسر للنزوح القسري نجاه بحياتهم عند الساعات الأولى ليوم العيد. أذان الصباح، يعني شوف تكبيرات، كانوا هن يصلوا بمسجد، بس وقفوا مسجد الدمين، يقولوا مسجد الدمين ومسجد العنصوة وقفوهم، ممنوع كانوا يصلوا، صلوا بهم حوثيين، هم كانوا يصلوا هناك، إحنا هربنا ذيك الساعة، ساعة الصلاة هربوا بإحنا، لأن كثير هربين. جات قذيفة للغرفة المجلس، هي بيتنا شعبي مكون من غرفتين مطبخ حمام، قدم شروخ من أول من الصواريخ، وحيانا نحط الرصاص، وذا الرصاص دائما القذائف والرصاص يعني بس بسيطة، بس المرة الأخيرة كذا 28 رمضان حصل له قذيفة، السقف حقه فلت هذا وأحرق بعض الأشياء، لا يوم العيد بالنفس، يعني يوم العيد بالنفس كذا أذان الصباح خرجنا من نزحنا، هربنا لعند واحدة معروفة، أنا جلست أنا وأمي بالضبوعة، وهذين جلسوا في وادي القاضي عند يعني معارف كذا يقربوا لحنا من بعيد. يعني احنا لما اجا مره اخي قال لحنا هربوا، هرى يعني هربوا بحنا نهرب، يعني لان الحوثيين يقتحموا المنازل، بعدين قالوا لحنا هربوا لان المقاومه كجذر بيتنا، يعني مثل المقاومه هنا وحوثيين هنا مع باقي لنا شويه، ايوه يعني مثله دائره، وهم بركن البيت وفي شجر متخبين ورا الشجر هذوك، علشان كذا هربوا بحنا من ورا البيت، هربنا ومشينا وادي، هو في هناك أودية يعني به هنا وادي الدمينة يقولوا له، وهو شارع 24 شارع 30 في كمان هنا خط في قسم، يعني هربنا من هذاك القسم مشينا بيقولوا احنا، وكان في هناك قبل ما ادري ايش يقولوا له، قبل قارع اللي يضرب الرصاص هذا اللي يضرب القناص، هربنا من ورا قبل في مقبرة هذيك القبل، مشينا كله بيقولوا احنا، يعني لا برباشة احنا
كم هو مؤلم أن تضطر للنزوح من منزلك صباح يوم العيد. كان الوضع لا يطاق، وكانت المخاطر ومعها المخاوف تتسارع بشكل تضاءلت معه فرص النجاة. أنا فقعت ومريت، قالي زي الهبوط زي كده صفرار وهبوط، هذه كان يوم بالعص خلاص زي الدوخة. قالي كنت ولا اشتي شي أكل زي الرقود، ولا حتى اشتي أقوم ولا شي. الفقائع لو الفقائع اللي حصلناها، بس اللي حصلنا الفقائع، ما الفقائع قليلة القذائف لما تضربي ما تدريش إن أنا نكون كذا نشهر نكبر، ما ندري إن قدر البيت فوق البيت يعني. لا ما حد يتعور، لأن إحنا كنا في الصالة، إحنا نجلس بالصالة لما نسمع الضرب، يعني جلسنا بالصالة لأنه لما نسمع ذاك الرصاص، لأنه الرصاص يجي للغرف لأنها طارفات، جلسنا بالصالة. سبحان الله، يعني بقدرة الله الرصاصة تجي كذا، بس كله بقضاء وقدر، يعني ضرب المجلس وحرقه كذا. بعد الصايح احنا شفناه خافنا تحرق البيت كله، قمنا نطفي كذا، طفانا من بعد ما شفنا هذا الوضع شوية، طفانا اللي حرق يعني السفنج والفروشات. أنا وأمي أزيد شي يعني، وهذا كان معها أنا، هذا كمان كان يصيح يفتقع أزيد الابن. أنا الحالة النفسية يعني أنا مرة تعبت أزيد برمضان، أزيد شي كمان رمضان كذا قال إحنا، بس ما كانش زي يوم العيد، رمضان كذا قال إحنا وهربنا ورجعنا، ما فيش بيت، كنا نقول أختي تدور إحنا ما حصلناش بيت منطقة إن روح به، هربنا بيت واحدة صاحبت إحنا يومين ورجعنا، يعني أنا رجعنا نقول شان عيد ببوتنا، بس العياد الله لا رحمهم ما خلوا إحنا العياد ولا نعيش، لا عشنا نحنا ولا قرأ نحنا ولا حدا، اللي ماتوا واللي حيوا حيوا. إحنا زعلانين دحين، خرجنا من بيوتنا تشردنا، إخواني لهنا الأمراض بين حالة نفسية، أخي والله ما كان زيه، في واحد زيه الآن حالة نفسية ما تقولش، لو شفته إما كان هذا اللي فقع، اللي فقع منه والله لا رحمهم، هذا اللي فقع منه أقولوا للمدرسة، والله اللي شقول ما شقولش هو هذاك أخي، قلنا هذاك المريض يلا اللي المريض من أوله قالوا سنين، أما هذا لما الآن اللي فقع منه الحالة النفسية اللي فيه. كان الوضع عصيبا وقاهرا، ضغط نفسي رهيب منعهم من اصطحاب أي من أغراضهم المنزلية أو حتى متعلقاتهم الشخصية. إيش أخذنا يلا إحنا نأخذ نفوسنا، كانوا والله إن إحنا نمشي والرصاص ورانا، نشوف رصاص هن ممنوع من يخرج، يحسب رجال إنهم يلبسوا وقعوا ما يهربوا، يحسبوا إنهم يتبلطوا يهربوا، لأنهم كذا حصل بالمحوثيين هربوا بعض، إما كانوا أول ما دخلوا المقاومة لبسوا لبس النساء وهربوا، خلاص إحنا من معنا خلاص أهم شيء روحنا، هربنا بروحنا كذا، ونقصنا الدعي لإخواني والله ما إذا ليل ونهار ما نرقد. لم تقتصر معاناة الأسرة على النزوح، بل كان النزوح بداية لمعاناة أخرى تكالبت عليهم ظروف النزوح والفقر، اضطروا للسكن بسطح إحدى العمائر في وقت يبتعد فيه الناس عن السكن في الأدوار العلوية تجنبا للإصابة برصاص القناصة أو الرصاص الراجع. قبلنا نحن نسكن به هنا بالدور السابع، رغم أنه شفت الدرجة كيف الظلام مظلمة، يعني الظلام مرة يعني تعب علينا شفته، وإحنا ما فيش معنا ضح، معنا هذا الكشافة اللي تشوفوه والله في معنا ضح، ما نقدش الآن نشتي بس شفاط وضع عشان نكنس والماء، حتى الدباب ما فيش معانا دباب، يعني شو أقول لك، يعني مرة تعبانين. هذه مش شقة، هذا سقف، سقف زي الزنق وهو مصلح، مش هذه شقة، هذه يعني زنق على قولة راعي صاحب البيت بلكاش، لو انتم راضين قلنا له احنا راضين نسكن بيه علشان الحرب ما بنقدر، يعني شو نسكن بيه راضين، المطر هذا والمطر اللي يجي والمسمو قلنا احنا راضين من المطر من كل شيء، ولا القذائف والرصاص ولا الفقائع، ليه الفقيعة لو مقربش احنا حاجة الفقيعة، صح كله بقضاء الله وقدر، بس الفقائع الفقائع عزيز. حالتنا صعبة، يعني احنا جالسين كل احنا مع بعض مع امي، امي ارمال يعني امي اللي ربحنا واللي زوج احنا وشاف احنا حالتنا تعبانه وهذا، يعني زوجنا هذا، بس زوجي يشتغل ببطاط ما يقصرش يعني يساعد مع هذا، الان هو استاجر لامي هنا، اخذ امي لهنا. هنا في هذا السكن المؤقت تواجه الاسره شظف العيش، ظروف صعبه تصل حد الفاقه والعوز الشديد. ما فيش معنا وجبات، ولا في معنا لا غاز ولا فراشات ولا سامان، ولا معي حتى طاوة حق العجين اللي شاعين في به، حتى الحمام أخذت للحمام يعني باردي، أخذت من جارنا اللي يعبي لي ماء،
شاف الدبه بالزيت معي ثنتين بس. قال ليش؟ قلت له بس لو معك تنكده علشان ايش بخلوه للحمام الان شوفوا كيف. ما حدا داري بحنا ولا حدا داري بوضع احنا للان، ما شو اقول لك، ما فيش حدا داري بوضع احنا للان. ما نكلم من اناشد من يعني نحكي لي من الصباح؟ والله ما صبحنا لانه ما فيش معانا، لانني دفعت بعت المحبس حقي وجبت الايجار والدلاله جبت 2000. والله عادوا للان يتصل بي يقول لي شو الدلاله، بس والله ما في معي، انني استمهل منه. حتى راعي البيت يعني اللي هو اجر علينا لانه وكيل يشتي حتى دلاله، يعني طلب مني جبت له 1000 اللي كنا بنشتري به امس عشاء. والله العظيم انه كان في خبز اكلنا في الليل، والصبح ما صبحناش، للظهر اشترينا شويه رز وبطاط كذا وتغدينا على لحد الان كذا. اشتي اشوف دكان لزوجي لانه ما شقدش يطلع هنا، اشاله ب5000 كذا ب7000 قلت لهم، قالوا لا يعني اقل شيء 10. الان هو موقف يعني محتار، قال له شوف له دكان هنا ما يعني 20000 ما شقدش يعني، او كل شهر ب20000. احنا نشتي من يساعد معنا، اني هم الان الايجار يعني اكثر همي انه من يساعد احنا بدفع الايجار. احنا نناشد من يساعد احنا نكلم ما عاد احنا ما نعرفش احدا ولا نعرف بهذه المنطقة أحدا، يعني علشان نكلمهم يساعدوا يقبلوا إحنا علشان الأكل والشرب، يساعدوا إحنا بفراشات، يساعدوا إحنا بالإيجار بأي شيء اللي يستطيع بأي شيء. يعيش مئات الآلاف من اليمنيين ظروفا مشابهة لظروف هذه الأسرة، ويحتاجون لمساعدات عاجلة، يشعر معها المنكوبون أنهم فعلا ليسوا وحدهم بوجه الظروف القاهرة. مأساة النزوح الداخلي واحدة من أكثر المآسي التي يعانيها البشر اليوم، وإذا كان كثير من النازحين في العالم ينزحون إلى مخيمات تعدها لهم المنظمات المعنية بالإغاثة التي تستجيب لنداءاتهم وإن بصورة لا ترقى لحجم المعاناة، فإن النازحين في اليمن يعانون ظروفا في غاية القسوة دون أي استجابة أممية من المنظمات الدولية لسد حاجاتهم، نازحون في مخيمات بدائية وآخرون نازحون إلى القرى أو إلى الأحياء التي يظنونها آمنة في الجهات الأخرى من المدن التي لم تصلها حرب الميليشيا. والحقيقة أن الوضع الإنساني في اليمن بات مأساويا وبحاجة لاستجابة عاجلة لتقديم المعونة للنازحين، نقول للنازحين وليس للميليشيا التي تستخدم هذه المعونات إذا ما وصلتها في تمويل حربها على المدنيين. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالناشط الحقوقي محمد النقيب رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية، كونوا معنا. الأهداف والمطالب محددة وواضحة، إسقاط الجرعة ليس الهدف لا احتلال صنعاء ولا الهدف ابتلاع صنعاء. لا يبالون بأن يجوع الناس، بأن يعانوا، بأن يتعبوا، بأن يمرضوا. شردنا من بيوتنا، شردوا يعلنا، شردوا ربي، لا صحة ولا سمع ولا. هذا هو أمر طبيعي أن نقول للظالم لا، أن نقول أوقفوا الجرعة، أن نقول ارحلوا، أنتم لم تقدموا شيء لهذا البلد. سنعمل من أجل خدمة المواطن مهما كانت الظروف وكيفما كان. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الناشط الحقوقي محمد النقيب رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أخي عبد الله، ولك ولجميع السادة المشاهدين لهذه القناة الرائعة التي أتت متأخرة إلا أنها كانت السباقة وتفوقت على الكثير من القنوات. شكرا جزيلا لك. شاهدنا قبل قليل فيلما حكى جانبا من مأساة نزوح أسرة في تعز غادرت منزلها في وادي غراب صباح يوم العيد. هناك كثير من الأسر عانت من هذه الحالة وذاقت من نفس الكأس المؤلم، كأس النزوح. هل لديكم فكرة عن عدد النازحين في مدينة تعز يعني كمثال؟
حقيقة أخي أولا أشكر لكم هذه التسمية لهذا البرنامج، أشكرك أخي وأشكر المخرج وأشكر الفكرة التي انتجت هذا البرنامج. لست وحدك، هذه الشريحة التي أنتم تلامسوا آلامها وشريحة هامة في المجتمع سواء على في تعز أو في باقي محافظات الجمهورية، إلا أن تعز أكثر معاناة. الأرقام التقريبية أخي على مستوى الجمهورية للنازحين الذين تركوا ديارهم سواء من خلال النزوح أو اللجوء، إجمالي من 7,100,000 أوردت بعض المصادر على مستوى الجمهورية من تركوا ديارهم. أما على مستوى تعز فالعدد التقريبي طبعا لم يكن هناك إحصائية دقيقة لأنه يصعب إحصاء النازحين لما هي عليه المجتمع اليمني من الأعراق والأسلاف والتقاليد والعادات التي تحول دون الوصول إلى الأرقام الحقيقية للنازحين. لكن ما تم تقديره تقريبا 300,585 نازح من تعز سواء النزوح، وهو يعني له أنواع، النزوح من حي إلى حي داخل المدينة أو من حي من المدينة إلى الأرياف أو من المحافظة العام إلى محافظات أخرى. نعم، إذن لدينا أرقام مفزعة يعني من مدينة تعز فقط. لو انتقلنا إلى موضوع من يتحمل مسؤولية ما حدث لهؤلاء الذين فقدوا منازلهم وأرزاقهم، مسؤولية إغاثتهم بالدرجة الأولى على عاتق من تقع الآن. هل ممكن تسمح لي أخي فقط أن أدخل في تفاصيل ما يتعلق بالنزوح داخل المدينة؟ تفضل. لأننا نعاني أخي من نزوح سواء في المدينة وهي نعم. مديرية القاهرة وصالة والمظفر وبالإضافة إلى مديرية حيفان، حيث 53% من عدد سكان المدينة تعرضوا، المديرية تعرضوا يعني تم النزوح اولا الى تلك المديريه، ومن ثم عندما دب فيها المواجهات وساد فيها الاحتراب نزحوا منها الى مناطق اخرى، بالاضافه الى مديريه المخا، بالاضافه الى مديريه الوازعيه، بالاضافه الى منطقه العبوس والضباب. هذه اكثر المناطق ومنطقه غرب التي تحكي منها تلك التي اوردتها قبل قليل المعاناه التي كمثال يعني. هذه احدى المعاناه لعشرات بل مئات المعاناه نعم. التي يعانوا منها. على سبيل المثال في منطقة في النخا تم تهجير أهالي قرية المجاورة للمحطة البخارية وتحويل تلك المنطقة إلى سكنة عسكرية، ومما أضطر أهالي تلك المنطقة إلى أن ينزحوا إلى منطقة بعيدة بمسافة 10 كيلو متر ولم يجدوا أي رعاية أو أي من، وهم يفترشون الأرض وصنعوا وأوجدوا لهم خيام من القش وأعواد الحطب. يعني بالإضافة إلى ذلك منطقة الوازعية، هذه المنطقة التي تم نزوح 35,000 نسمة من أبنائها وتهجيرهم بفعل الحرب الطاحنة، ومن تبقى من أهالي منطقة مديرية الوازعية زرعت في أراضيهم الزراعية الألغام مما حال بينهم وبين مصادر دخلهم التي يعتاشون منها. أما منطقة الأعبوس ف324 أسرة تم نزوحها بسبب الحرب والاقتتال. الحرب أخي يعني إجمالي من سقطوا فيها 3,474 قتيل، بينهم 412 طفلا و388 امراه، هذه الاحصائيه الاخيره. الجرحى 13,950 جريح، منهم 60% اصابه خطيره و137 اعاقه دائمه. نعم. هذه الحصيله ادت الى هروب الناس من الاحتراب والانتقال من منطقه الى منطقه، مما جعل الوضع يزداد سوءا وبالذات في ظل تغاضي وإهمال المنظمات الإنسانية. لا يوجد أي منظمات قامت بالدور سوى ما يقوم به ائتلاف الإغاثة الإنسانية من جهود نعم. في هذا الجانب، وهي جهود لا ترقى لسد الاحتياجات والقيام بالشكل المطلوب لتوفير ما هو واجب للنازحين. نعم، إذن هذه صورة مروعة عن الحال في محافظة واحدة هي محافظة تعز التي تتعرض أو التي تعرضت طوال قرابة عام ونصف إلى كل هذا التنكيل وهذه الوحشية التي لم نشهدها حتى
من قبل الغزاة الخارجين من كل ملة والبعيدين كل البعد عن أعراق يعني هذه الأرض وأعرافها أيضا. نعم. إذن أنت تحدثت عن قضية بسيطة ولكنها تعطينا فكرة عن ما يدور، وهي أنه يتم تلغيم الأراضي الزراعية لكي لا يعود أهلها إلى إلى هذه المزارع للاستفادة منها. حسنا، لقد نزحوا من القرى لكن بقيت أراضيهم وهي على بعد معين من هذه القرى. لماذا يتم التنكيل بالناس بهذا الشكل؟ لماذا يستهدف المواطن في تعز بهذا الشكل الذي كنا نظن أنه عرضيا على هامش هذه الحرب، لكن يبدو أن المسألة أكثر من ذلك وأدق. أخي عبد الله، هذه الميليشيات الانقلابية هي ناقمة على اليمن بشكل عام أرضا وإنسان، لأنها دخيلة على تربة هذا الوطن. نعم. وبالتالي هي تنقم عليه وتتعامل معه بقسوة وبشاعة وبإجرام، تتعامل معه وكأنه هي تعتبر كل الشعب اليمني خصوم لها، وبالذات تعز لأنها تحمل المشروع الجامع والهوية الجامعة، وبالتالي فقسوة يراد منها كسر الإرادة الجماهيرية الصلبة التي حالت دون أن يصل الانقلابيون إلى مبتغاهم. نعم. هذه الإرادة الصلبة نحن بالمنظمات وبالجهات ينبغي أن نعززها، ينبغي أن نحمي هذا المواطن وأن نحول دون أن يحصل له، دون أن يتم العبث بحريته وبحقوقه. المواطن هذا رأس مال الشعوب، أي حضارة وأي شعب وأي دولة وأي منظمة تشتغل على الإنسان هي الرابحة، لأن الإنسان هو أساس التنمية وعمودها. وبالمقابل أي جماعات أو أي أفكار أو أي حركات تعمل ضد الإنسان هي عدمية وهي إلى الزوال أقرب، وفقط يعني هي مفلس إفلاس كلي. وهذا الإفلاس يتبدأ بسوء هذا الطالع وبالنهاية الحتمية لمثل هذه المشاريع التي تعمل ضد الإنسان. أخي، أبكتني هذه البنت التي تروي قصتها في منطقة غراب، هذه التي نقلتم معاناتها عبر هذه الشاشة الرائعة. كثير وكثير من المعاناة، كثير وكثير. نعم. من هذه المعاناة، يعني بالله أي حكم يمكن أن يصل إليه على أشلاء ودماء وآلام وكرامات الناس. نعم. هذا هذه الجماهير العريضة. هذا الشعب اليمني شعب صبور، هذا الشعب اليمني شعب قسور، هذا الشعب اليمني شعب طيب، لا ينبغي أن يعمل بهذه القسوة. وبالتالي هذه القسوة أخي هي التي بررت للناس مواجهة هذا الجائحة، هذه العصابة. نعم. لو عدنا إلى موضوع مسؤولية الإغاثة، على عاتق من تقوم الآن؟ أخي، هناك قاعدة أن سلطة الأمر الواقع ليس لها أي حقوق وتقع عليها جميع الواجبات والمسؤوليات. لكن أي سلطة أمر واقع ليس لها حقوق إطلاقا على المواطن، لأنها فرضت نفسها بسياسة الأمر الواقع. نعم. لكن المسؤولية تقع عليها، هذه الآن هي تتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشعب وأمام الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وأولا وأخيرا أمام الله عز وجل. لكنهم لا يغيثون الناس إلا بالبارود أستاذ محمد، لكنهم لا يغيثون. نعم. الناس. نعم. نعم. إلا بالبارود وبالديناميت وبالقذائف. نحن واقعون الآن، لو سمحت لي، نحن واقعون الآن، أو بالأصح هذه الآلاف المؤلفة من النازحين واقعون بين يعني كماشة سلطة شرعية بلا قدرة وميليشيا وسلطة انقلابية، سلطة أمر واقع، سموها ما شئتم، لأنها بلا مسؤولية وبلا شرف. أين يذهب الناس؟ نعم أخي، أنا يعني سلطة الأمر الواقع يقع عليها المسؤولية كما تقع على الشرعية، لأن الشرعية هي المسؤولية وهي المسؤولة وهي من تم يعني اختيارها من أبناء هذا الشعب، وهي اليوم تدفع ثمن اختيارها الحر لمن يدير شؤونها. وبالتالي فالسلطة تقع عليها، فالحكومة الشرعية ورئيس الجمهورية مسؤولون أمام الله وأمام الشعب على معالجة آثار هذه الجرائم البشعة التي تقوم بها الميليشيات، وهذا النزوح الجماعي الذي يتعرض له أبناء كثير من مديرية محافظة. نعم. تعز، بالإضافة إلى ذلك وغيرها، وفي البيضاء هنالك مناطق. نعم. تفضلت حضرتك بذكرها، كل لا نستطيع الوصول إليها. هناك مناطق. نعم. عبد الله. نعم. هناك مناطق لم نستطع الوصول إليها كإعلاميين،
لنقل معاناتها واقعة تحت سلطة الميليشيا، مثل ما تفضلت قبل قليل وذكرت موضوع المخا، مثل ما نعرف جميعا عما يحدث في البيضاء المغلقة على أوجاعها ومأساتها وفي كثير من المناطق. ماذا عن المنظمات الدولية؟ هل هي نعم أخي تفضل في جانب نعم الإغاثة أقصد. المنظمات الدولية هي اليوم تقع أمام مسؤولية أخلاقية، وهي تقع اليوم وهي في المحك إما أن تثبت مدى ولاءها للمبادئ والقيم التي تنادي وتنادي بها، وإلا فهي ستتكشف حقيقتها للعيان وستتضح بأنها ذات معايير مزدوجة وستفقد المصداقية. المنظمة الدولية اليوم أخي تعمل للأسف الشديد تغض النظر عن كثير من القضايا التي هي من صلب الأهداف التي أنشئت من أجلها. المنظمة الدولية اليوم تكشفت حقيقة الكثير منها بأنها تعمل كوجهان لعملة واحدة هي الأنظمة السياسية، وهي تسير في فلك الأنظمة السياسية، وهذا للأمانة وضع القيم الإنسانية التي ينادون بها أمام حالة من التعري من الانكشاف ومن التعري. لا يمكن التعامل بازدواجية ولا بثنائية مع القيم الإنسانية ولا بسياسة الانتقاء والتبغيض. هذه قيم ينبغي أن يتم التعامل معها بحيادية تامة وبمصداقية وبتجرد، أما أن يتم تغييرها وتصنيفها وتلوينها والمزايدة عليها، فهذه حقيقة انتكاسة لم نكن نتوقعها من المنظمة من كثير من المنظمات الدولية، رغم أننا نناشد الضمير الإنساني العالمي أن يقوم بدوره. نعم. لأن التاريخ لا يرحم أخي، لأن التاريخ لا يرحم، والحيادية في القضايا المصيرية خيانة، ولأجل المبادئ التي يحملونها. نعم. وخيانة نعم ولأجل نعم. هذا التاريخ وجب التوثيق، إن لم يكن من أجل العدالة فمن أجل التاريخ ومن أجل التوثيق، اللي يعرف العالم حجم ما ضحى به اليمنيون جراء هذا الانقلاب الغاشم الوحشي والبربري. ما هو تقييمكم لمسألة التوثيق القائم ميدانيا؟ نحن أخي في المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية بذلنا جهود مضنية، ولدينا فريق رصد ولدينا فريق توثيق يقومون برصد حالة الانتهاكات والتعذيب بالذات. نحن متخصصون في هذا الملف بالذات، بالإضافة إلى ذلك مسألة التهجير والنازحين. نعم. هذه من وأصدرنا وقد سبق وأن أصدرنا تقرير بعنوان الموت تحت سياط التعذيب. الموت تحت سياط التعذيب، وهنا سياط التعذيب قد تكون المادية الملموسة على الأجسام أو سياط التعذيب المتمثلة بالترحيل والتهجير والإفزاع والتخويف. نعم. والجوع والمرض والشروق والتشريد والحيلولة دون التعليم والحيلولة دون الصحة والحيلولة دون المساكن والحيلولة دون الرعاية الصحية وحقوق الإنسان الأطفال ولقاح الأطفال وغيره. نعم. يعني التقرير منع الإنسان من ممارسة حقوقه البسيطة والبديهية التي تفضلت بذكرها. ممكن تعيد يا أستاذ السؤال؟ قلت تأكيدا لكلامك، هو فعلا يعني مفهوم التعذيب يمتد إلى منع الناس والحيلولة بينهم وبين الحقوق الأساسية أيا كانت على بساطتها وبديهيتها. نعم أخي التوثيق جاري التوثيق. هناك للأمانة تباطؤ فيما يتعلق بتوثيق حالة النزوح، وكما سبق وأن عللنا ذلك بأنه ناتج عن الأعراف والأسلاف والعادات والتقاليد في المجتمع اليمني. على سبيل المثال كثير من الأسر التي تنزح من المدينة تلجأ إلى أرياف لديها أقارب ولديها أهالي. صحيح. ولديها أناس، فتجد كثير 4-5 أسر تسكن في بيت. هذا النزوح الذي يصعب علينا رصده بالشكل الأمثال، نحن مطالبون أن نوفر الإغاثة التي تكفل الحد الأدنى من احتياجات هذه الأسر، لأننا أخي نحن الآن أمام مئات بل آلاف ممن شردوا وعطلوا من أعمالهم. نعم. وآلاف ممن يرعون أسرهم وعطلوا من أعمالهم وضربت مصالحهم، وبالتالي إن لم نقم بتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات ورعاية هذه الأسر ستتحول أخي إلى يعني حقيقة كوارث اجتماعية غير عادية، كوارث اجتماعية يصعب حصرها في هذا السياق. ما هو حجم أو مستوى تواصلكم مع اللجنة الوطنية لرصد ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟
والله يا أخي هي طبعا تشكلت يعني بدأت يعني ممارسة أعمالها أخيرا واستأجرت لها مقر وبدأت بالممارسة. نحن منسقين ومتكاملين بالجهود. نعم. ونحن يعني نعمل على بقدر المستطاع على توثيق هذه الانتهاكات وتثبيتها، وهي ماشية بخطوات ذات لديها أولويات، بدأت من ما حصل من عام 2011 ثم التي تليها ثم التي تليها وترتيب ملفات. المهم أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. من ألا تأتي. هل زارت منظمات دولية على ذكر يعني القدوم، هل زارت منظمات دولية مناطق النزوح حد علمك؟ يعني للأسف يعني المنظمات الدولية التي زارت مفوضية حقوق الإنسان وبعض المنظمات لا ذهبت لتزور منطقة الصراري، هي تزور دائما الأماكن التي فيها يعني الملابسات متحيزون بكل صراحة وبكل وضوح وشفافية. يعني نعم. بالله عليك منظمة يعني أحد الوفود الإنسانية تقف في معبر غراب ليوم كامل من الصباح حتى المساء ويؤذن لها بالدخول في المساء، وتعبر كثير من الآلام والمآسي وكثير من المشاهد والمناظر التي تراها في المدينة تغض عنها حتى تصل إلى وتنتقل إلى مديرية في أقصى المكان ترى قرية قيل فيها كذا وقيل فيها كذا. وهذا نعم. الذي أفقدها المصداقية لدى المجتمع. لو حاولنا أن نجمل بشكل موجز أهم احتياجات النازحين لعل أحد يلتقطها من الحكومة أو منظمات دولية أو أي قادر وهو يشاهدنا الآن، ما هي أهم وأبرز احتياجات النازحين؟ نعم أخي عبد الله، أسجل عندك واللي يسجل من سيلتقطها إن كان هناك يعني من ألقى السمع وهو شهيد. أول نقطة هي المطلوب توفير المأوى أخي. توفير المأوى الآن هذا حالة مأساوية جدا، يعني كيف يمكن أن نوجد أماكن للنازحين؟ كيف يمكن أن نستوعب هذه الأسر التي لا تجد لها عائل لا تجد لها مأوى؟ هذه الأولى. ثانيا توفير الغذاء، توفير الغذاء هذا مهم، وبذل مركز الملك سلمان وبذلت الإمارات وبذلت الكويت، وللأمان الكويت بذلت بسخاء كما بذل مركز الملك سلمان في هذا الجانب. لكن لا ترتقي إلى سد الاحتياج بالحد الأدنى من ما هو مطلوب. أجل النقطة الأولى توفير المأوى، والثانية توفير الغذاء، والثالثة توفير الكساء، وبالذات عندما نحن مقبلون على مرحلة على فصل الخريف والشتاء ما زال الوقت مبكر. نعم، ويعني مسألة الكساء هنا ليس فقط الملابس وإنما مسألة التدفئة وما إلى ذلك. النقطة الرابعة أخي مسألة الدواء والرعاية الصحية ولقاحات الأطفال. نعم. هذه نقطة بحاجة ماسة إلى أن يتم توفيرها. ونناشد نحن بالمنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية، نناشد كل المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية أن تطلع بدورها في هذا الجانب، وأن النازحين تقع مسؤوليتهم على الجميع بالسوية، قد تتفاوت النسب إلا أننا مسؤولون أمام الله وأمام المجتمع على هذه الشريحة الهامة التي تعرضت. نعم. لهذا البشاعة والإجرام. النقطة التي تليها مسألة التعليم أخي. نعم. كثير من الأسر نزحت، تعطلت مصالحها، تعطلت تعليمها، تعطلت كذا. انتقلوا من مدارس إلى أخرى. صحيح. نحن مقبلون على عام دراسي جديد. صحيح. نحن اليوم نطالب كل الجهات أن تفرغ المدارس وأن تخليها من المسلحين وأن لا تجعل لا وأن تحيد التعليم من الصراع. نحن نناشد الميليشيات أن تتجنب على هذه الالتفاتة استهداف مراكز التعليم وأن نهيئ البيئة الملائمة للتعليم، لأن الميليشيات أخي هدفها هدف من أهدافها هو تجهيل الشعب حتى تقطرن الشعب بالجهل، وأن تجعل صحيح. من هذا الشعب المعطل من العمل والجاهل من العلم مجرد مواد خام لأطماعها تجندهم. نعم. وحامل بندق وتجعلهم وقود لمشاريعها الظلامية. نعم، الناشط الحقوقي محمد النقيب رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أسرة عبدو حزام من تعز تم الرصد، في أمان الله.